أهلا بكم مشاهدينا. في اليوم 59 من الحرب تشهد العمليات العسكرية الروسية تصعيدا في بعض المدن الأوكرانية وتهدئة في بعضها الآخر، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية استيلاء قواتها على ترسانة ضخمة تزن آلاف الأطنان من الذخائر والأسلحة السوفيتية والغربية التي تركتها القوات الأوكرانية قبل انسحابها من مناطق خاركيف. كما أشارت الوزارة إلى تدمير 3 مستودعات أوكرانية للصواريخ وتدمير 66 هدفا عسكريا في منطقة شينفونوي الأوكرانية. هذا وقال حاكم لوغانسك أن قصفا روسيا مكثفا استهدف جميع مناطق المدينة، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تعيد تموضعها هناك ولم تنسحب حتى الآن. إلى ماريوبل، حيث أعلنت السلطات الأوكرانية فتح ممر إنساني جديد لتأمين خروج النساء والأطفال من المدينة. والآن نترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.